لتحضير مربى الباذنجان، انا بحاجة باذنجان. هون عنا باذنجان اكيد غسلت، ورجعت جبت السكين. بدي اعمل هيك سكوب من كل جهات، وبدي ارجع اجيب ورقة الومنيوم. بهالطريقة بدي ارجع اسكر. بهالوقت بكون انا حميت الفرن على 180 درجة، بدنن تقريبا 40-45 دقيقة. هون بعد مرور 40 دقيقة تأكيد شلت القشر. هلا بدي قصمهم، بدي شيل اذا فيهم بزر، وبدي اطحنهم، او فيكم مثلا بالشوكة مثل ما بدكم. هون عندي زيت الزيتون، عندي 3 ملاعق ليمون حامض، 3 ملاعق طحينة، 3 ملاعق كلهم كبار لبن. اللبن بتعطي نكهة وبتفتح اللون المتبل. عندي حبتين ثوم وملح. اول شيء بننزل الثوم، نرجع نجيب ليمون حامض، نرجع نجيب الطحينة، بخلطوا خلطة. بلشت نزل الباذنجان، بننزل اللبن، زيت الزيتون شوي مش كتير، اكيد اخر مكون عنا الملح. ما بنخلقهم كتير، شوي. شفتوا ما خفقتهم مثل الحمص المتبل، هيك بتشوفوا كمان هيك في حبات. اكيد هلا بدي اجيب الطبق للتقديم، بدي زين مثل عادي كذا. بهالوقت انا متبل الباذنجان، حطيت بقلب الصحن للتقديم، وبدي زين بكل هالخضرة مثل ما عم بتشوفوا. بنجيب بقدونس، نرجع نجيب رمان، وحطينا بقلة، ورجعنا حطينا البندورة. بعد عندي زيت الزيتون، بدي ضيف هاي. وصفتنا خلصت. طلعوا شي بشهي عملنا اليوم، تبل باذنجان على طريقتي. بيتقدم معهم كل هالخضرة، عندي كراكرز كمان، كل انواع فليفلة حلوة عم بتشوفوا قدامكم. بتمنى تجربوا هالوصفة، أكثر شيء للمبتدئين. كل عالم بيعرفوا يعملوا، بس للمبتدئين أنا أكثر وصفاتي بعطيهم لإلهم. وألف صحة.